الائتلاف المغربي للماء كينظم هذا المعرض الدولي حول تقنيات وتكنولوجيا الماء والصرف الصحي بطبيعة الحال باش نوقفوا على المستجدات في هذا الميدان. كما كتعرفوا هذا الميدان متشعب وميدان تقني بامتياز، يعني فيه تكنولوجيات، فيه تقنيات، فيه يعني إبداع، فيه كذلك أنظمة معقدة ديال التدبير، ديال يعني التدبير الأوتوماتيكي كذلك. إذن ميدان في الحقيقة متشعب وكيتطلب يعني واحد العدد من المتخصصين وكيتطلب كذلك تقوية الكفاءات. فهذا المعرض هذا هو محطة هذه السابعة للوقوف على المستجدات فهذا يعني الميادين اللي كتخص المصالح للشرب، الصرف الصحي، الفلاحة، المياه الصناعية إلى غير ذلك. فهذه المحطات دابا ديال المعالجة، عندنا جوج المحطات في المغرب من أكبر المحطات ديال فاس وديال مراكش، وعندنا محطات أخرى واخا صغيرة ولكن راه عندنا أكثر من 130 محطة معالجة المياه العديمة في المغرب. يعني شي حاجة مهمة هاد المعالجة. دابا المغرب بين جوج ديال هاد المياه العديمة كتشكل لنا إكراه ديال التلويت، هي ضرر بالنسبة لنا، إذا كنعالجوها. إوا إلا كنعالجوها خصنا غير نزيدو بحال إلا قلتي نتموا المعالجة ديالها باش يمكننا نستعملوها استعمالات أخرى، مثلا في السقي، في بطبيعة الحال سقي المساحات الخضراء، مساحات الجولف. بطبيعة الحال دابا مراكش تقريبا الجولفات ديال مراكش راه مسقيين من المياه العديمة المعالجة بطبيعة الحال. هذا مكسب، هذا مكسب. هذه المياه كانت كتضيع وكانت كتشكل لنا خطر، يعني راه يعني كنضربوا بحال قلتي عصفور بحجرتين، عصفورين بحجرة واحدة. كنعالجوا لأن كتشكل علينا ضرر وكنعاودوا نستعملوها لأن محتاجينها وحنا في بلد ديال الندرة. وهذا الشيء راه يعني راه هنا كاين أشياء تقنية صعيب عليا باش نوضحها لكم هنايا، ولكن راه يعني حوايج اللي يمكن نفتخروا بها في هذه البلاد ان شاء الله. جينا لهنا لهذا المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والتطهير في دورته السابعه باش نساهموا حتى حنا ونوريو المجهود ديال لاليديك اللي كتقوم به في تعبئه المياه الغير الاعتياديه بطبيعه الحال لمواجهه ندره المياه وهذا المشكل اللي كيعيشوا العالم وكيعيشوا المغرب بالخصوص. دونك في التعبئه ديال هذه المياه العادمه المياه الغير الاعتياديه كنموذج كناخذوا المياه العادمه ديال المصانع وديال الساكنه وكنعالجوها بطريقه بيولوجيه وكنديروا لها التصفيه عبر الاغشيه الدقيقه، يعني ما يسمى الالترا فيلتراسيون اللي هي تكنولوجيا مبتكره اللي كتستعملها لاليديك اول مره في تاريخ شمال افريقيا. هاد التكنولوجيا هذه كتعطينا مياه عادمه معالجه ذات جوده عاليه اللي كيمكننا نستعملوها في اعاده السقي الزراعي. الفلاحه كيستعملوها بكل يعني بواحد الكفاءه عاليه. وحنا حاليا كنموذج لهذا الشيء اللي كنقول، حنا حاليا في منطقه مديونه عندنا تم واحد المحطه ديال المعالجه اللي كتعالج 3800 متر مكعب في اليوم، اللي هي ناتجه هذه المياه العادمه عن المصانع ديال المنطقه ديال مديونه والساكنه ديال مديونه. وهذه المياه المعالجه من طبيعه الحال احنا في طور المحادثات مع الجامعه ديال مديونه والرئيس ديالها باش نسنيو معاهم واحد الاتفاقيه ديال الشراكه باش نعطيوهم نزودوهم بواحد 1000 متر مكعب معالج ديال المياه المعالجه، المياه العادمه المعالجه في النهار باش يسقوا بها المساحات الخضراء ديال مديونه والحدائق ديال مديونه. وهذا نموذج ديال من طبيعه الحال المجهود اللي كيتقام في هذا الامر ديال المحافظه على المياه باش نواجهوا هذه الندره ديالها اللي كيعيشها المغرب حاليا.